السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو عن طريقة شراء سيارة من موقع أوليكس. الموضوع ده في ناس كتير تعرفه، مش غريب عليهم، وفي ناس أكل عيشها أصلا الحكاية دي. يعني بيستلقط عربية من أوليكس أو من أسواق السيارات أو من المواقع التانية، ويرجع تاني يبيعها على أوليكس ويكسب هامش ربح يمشي بيه الدنيا أو يزود بيه دخله. عموما الفيديو موجه لأصدقائنا اللي عايزين يعرفوا إزاي نشتري عربية من أوليكس، وازاي يفهموا كل حاجة على اوليكس علشان يحققوا اقصى استفادة من الموقع الجميل ده، والاهم يعرفوا ازاي اذا كان اللي بيبيع العربية صاحبها اللي عارضها ولا تاجر. مش بقول كده علشان ما تشتروش من تجار اوليكس، لا ابدا، لكن علشان تعرف قبل ما تشتري انت هتشتري من مين، لان التاجر اكيد طبعا هياخد هامش ربح. مسألة بقى كبير او صغير انت وحظك. انا اعرف تجار كتير على اوليكس بيتعب لحد ما يجيب عربية محترمة ويشتريها بنظرة الخبير ويعرضها بهامش ربح معقول، بس في برضه نوعية تانية من حبايبنا المستغلين، بيبقى جايب كنبة وشددها ومخبي البلاوي تحت المعجون. عموما كل ده هشرحه بالتفصيل خطوة بخطوة، مع ان الموضوع ده هيزعل ناس كتير جدا تجار اصدقائي، لكن اللي يزعل من الحق والصح يبقى ماشي غلط. في البداية لازم نعرف مواقع السيارات اللي ممكن نشتري منها، وبعدين هعمل اجزاء عن كل موقع واقصى استفادة منه. اوليكس طبعا اشهرهم، وده موقع بيتقابل فيه الشاري مع البايع من غير سمسرة، ولا الموقع بيستفيد منهم اي حاجة، مجرد بس شوية اعلانات بتنزل انت بتتفرج عليها طبعا، الا لو حد عاوز يميز الاعلان بتاعه او يخليه في نتائج البحث الاولى. المهم الموقع بياخد منه مبلغ نظير الخدمة دي، اما عملية عرض السلع والبيع والشراء او الايجار فكل ده مجاني 100%. يعني لا بتدفع سمسرة ولا ارضية ولا اي حاجة، لا في بيع ولا في شراء، والقصة كلها ببلاش. بس اهم حاجة تخلي بالك من شوية تفاصيل صغيرة هقولها وسط الكلام، ويا ريت لو تتابع الفيديو للاخر علشان الموضوع يكمل والصورة كلها توضح قدامك. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشيره على قد ما تقدر علشان عدد اكبر يستفيد، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. اولا، ايه المواقع اللي ممكن نشتري منها عربيات مستعملة في مصر؟ هسيب لكم لينك المواقع دي في الوصف اسفل الفيديو، وهتكلم عنها بالتفصيل في فيديوهات تانية كتير. اول موقع معانا هو موقع اوليكس، وده طبعا اكبر موقع وافضلهم، ترافيك عليه عالي جدا زي ما احنا شايفين. لو دخلنا مثلا في عربيات وقطع غيار سيارات للبيع، لو قلنا مثلا كل الإعلانات، زي ما احنا شايفين هنا الأرقام، التويوتا بس مثلا 5400 عربية معروضة للبيع، الفيات 15000، النيسان 5000، دايو 6000، طبعا شيفورليه 10000. الموقع الترافيك بتاعه عالي جدا، والناس كلها عارفاه، والناس كلها بتبيع وتشتري عليه. فلو انت بتدور على حاجة اكيد ان شاء الله هتلاقيها على موقع اوليكس. يلي موقع كونتاكت كارز، زي ما احنا شايفين كونتاكت كارز اقل شوية في المعروض، يعني في ميزة ان انت تشتري العربية قسط سواء جديدة او مستعملة. طبعا موضوع القسط المستعمل ده مش موجود غير على كونتاكت كارز، مش هتلاقيه في اوليكس. وفي موقع هتلاقي ده موقع جديد ولكن منتشر كويس جدا ومصروف عليه، والترافيك عليه بدأ يبقى كويس، ناس كتير بدأت تعرفه لان اعلاناته بتنزل في التلفزيون. موقع مصر كار موقع كويس، فيه ساعات لقط بتلاقيها عليه زي ما احنا شايفين. السوق المفتوح يعني موقع معقول، وبرضه بتلاقي عليه حاجات كتير زي ما احنا شايفين، هتلاقي عليه كل انواع السيارات، اجره، ملاكي، اتوبيسات، نص نقل، اللي انت عايزه. والبحث طبعا زي ما احنا شايفين بتبحث بكل الفئات، تبحث بالسعر، تبحث بسنه الصنع، بالحاله، زي ما انت عايز، اوتوماتيك، مانيوال، اللي انت عايزه.
موقع يلا موتور ده من المواقع الكويسة برضو، وبيبقى فيه عليه لقط. طبعا الترافيك عليه مش زي المواقع اللي فاتت. اي جي كار من المواقع برضو المشهورة في البيع والشراء. موقع فور سيدان موقع كويس جدا، حاجات كتير جدا ما بنلاقيهاش في اوليكس ولا في كونتاكت بلاقيها هنا في فور سيدان. ده ليه ناسه، وبرضو البحث بتاعه كويس زي ما انتم شايفين، بالماركة وبالموديل وبالسعر وبسنة الصنع ونقل الحركة. موقع دوبارتر من المواقع المحترمة، الترافيك عليه مش عالي قوي بس فيه برضو حاجات كويسة عليه. موقع جميل جدا اللي هو درايف يلا، ده موقع كويس جدا وعليه برضو انواع كتير من السيارات، الترافيك بتاعه كويس. موقع كار سمسار شغال كويس جدا الموقع ده. وبرضو نفس الكلام البحث بتاعه موجود هنا. هنتكلم برضو عن كل الحاجات دي في اجزاء جاية ان شاء الله. موقع كارز داير من المواقع المحترمة جدا واللي الترافيك بتاعه كويس، كل العربيات بتختار نوع العربية بتاعتك وبتختار امكانياتها اللي انت عايزها، بتختار السعر اللي بتتكلم فيه من كام لكام، وموقع كويس جدا وفي كل انواع السيارات. موقع اوليكس، الموقع ده عايزين نتكلم عن تفاصيله الاول. اوليكس لو انت على جوجل وكتبت اوليكس اول نتيجة موقع اوليكس. الموقع ده سهل جدا في التعامل معاه. لو هنخش مثلا على عربيات عايزين نشتري عربية، وهعمل حلقة تانية او فيديو تاني عن لو عايز ابيع عربيتي ابيعها ازاي على الاوليكس. هنخش على عربيات وقطع غيار، هنختار سيارات للبيع. طيب النموذج اللي قدامنا ده هنفهمه دلوقتي الاول، وبعد كده هنبدأ نتكلم عن تفاصيل تانية. مبدئيا انا ببحث عن عربية، انا حاجة من ثلاثة، يا اما اكون عارف ايه اللي انا بدور عليه. يعني انا بدور مثلا عن عربية دايولانوس موديل 98، يا اما هكون بدور على عربية بس مش عارف الفلوس اللي معايا تجيب لي عربية ايه، بس انا عايز عربية دايو ومعايا مثلا 70,000، يبقى انا هكتب كلمة دايو واكتب السعر حاجة و70,000 من الى، هيجيني في نتيجة البحث كل العربيات الدايو اللي في حدود السعر اللي انا بتكلم فيه. الحالة التالتة ان انا مش عارف انا هشتري ايه، بس انا كل اللي في جيبي مثلا 20,000 جنيه، 25,000 جنيه، وعايز عربية. دي برضو طريقة تالتة في البحث، كل اللي انا هعمله السعر بتاعي من الى. المهم في اي حال من الاحوال انا بدور على عربية، فلازم افهم الاول النموذج ده عبارة عن ايه. مبدئيا نبدأ من هنا الاول، دي اللي هي اختار الفئة، فيها كل انواع العربيات اللي موجودة في مصر، كل الانواع بختار من هنا نوع العربية، اوبل، اودي، انفينيتي، الفا روميو، ام جي، اختار النوع اللي انا عايزه من هنا. بعد كده بختار الموديل بتاعه، يعني مثلا لو اخترنا مثلا ان انا عايز عربية بي ام دبليو، هختار بعد كده الموديل مثلا 316، تمام. نوع الاعلان ده بيقول لي اذا كان الاعلان ده معروض للبيع ولا مطلوب شراء، فانا هختار مثلا معروض للبيع، هيجيب لي كل العربيات المعروضة للبيع. السعر هنا
بكتب فيه من إلى السعر اللي معايا من كام لكام. ولنفترض إن أنا معايا مثلا 50,000، أقصى حاجة معايا كام؟ 55,000. فهكتب هنا من 50,000 مثلا إلى 55,000. طريقة الدفع دي معناها هل أنا هدفع كاش ولا قسط ولا بدل، لأن في ناس طبعا بتخش عربية في عربية، فهنقول مثلا كاش. سنة الصنع دي أنا بختار السنة اللي فيها موديل العربية، يعني عربية موديل 1970، عربية موديل الثمانينات، موديل التسعينات. هنقول مثلا أنا عايز عربية موديل 98. الكيلومتر بتاعها لو انا محدد كيلومتر معين، انا عايز عربية ما تزيدش مثلا عن 200,000، ما تزيدش عن 100,000. لون العربية انا بختار اللون، انا عايز عربية مثلا لونها احمر. ناقل الحركة بختار برضو اذا كان اوتوماتيك ولا مانيوال. حالة العربية اذا كانت جديدة او مستعملة، طبعا احنا بنتكلم في مستعمل. نوع هيكل العربية اللي هي الـ أنواع العربيات اللي هي الـ SUV، الهاتشباك، النقل، الكوبيل، الكابورليه، الكلام ده كله احنا اختارها سيدان مثلا. والإضافات بتاعتنا لو احنا عايزين في إضافات معينة، مثلا عايز عربية يكون فيها فرامل ABS، عايز عربية بتكييف، عايز عربية فيها إيرباكز، عايز زي ما أحب أختار. كل دي كماليات المفروض موجودة في العربيات، أختار اللي أنا عايزه. والمحرك كمان انا ممكن اختار، انا عايز العربيه بتاعتي تكون 2000 سي سي، 1600 1400 1200، اختاره من هنا. وفي الاخر ادوس بحث، بيجيني العربيات اللي في حدود السعر اللي انا قلت عليه. طبعا هو بيقول هنا لم نتمكن من العثور على شيء، لان انا يعني طلباتي زياده شويه، انا بتكلم في 50 ل 55 الف، وعايز بي ام دبليو 316، وبتكلم كمان في انها عامله 100,000 كيلو وموديل 98، يعني انا سويتها له خالص. انما لما في الواقع بقى المفروض لما بنيجي ندور على العربيه، مثال مثلا عملي، هنخش على عربيات وقطع غيار، سيارات للبيع، هنختار مثلا عربيه وليكن سياره مثلا BYD، اختار نوعها BYD مثلا F3، ونوع الاعلان بتاعي الاهم حاجه لازم اختاره يكون معروض للبيع بس، عشان ما الاقيش ناس كاتبين مطلوب شراء عربيه كذا. طريقه الدفع بتاعتي لو انا عايزها كاش او قسط، هنتكلم في الكاش. كده يبقى انا بعدت عن كل المعارض وكل الناس اللي بيبيعوا عربيات زيرو قسط. السعر انا مش عارفه، بس انا عايز عربيه BYD F3 ومعايا فلوسها، وعارف العربيه دي بتتباع في حدود قد كذا. هننزل تحت هنلاقي مجموعه من العربيات زي ما احنا شايفين كلها BYD F3، تمام. انا مش محدد سعر، ولكن انا محدد موديل BYD F3. نشوف العربيه اللي مكتوب عليها مثلا اكتوبر، دي ب 148,000، وادي رقم تليفون صاحب العربيه، دي المعلومات اللي ملاها وهو بيبيع العربيه وهو بيعرضها للبيع، وده الكلام اللي هو كاتبه عن العربيه. سياره فابريكا بره وجوه، رخصه حتى كذا، تامين شامل لاخر سنه ماشيه كذا. ودي صور العربيه، ونخلي بالنا من صور العربيه. لو لقينا الصور بتتكلم على العربيه من النت او عربية من خارج مصر، ما تبصش في الاعلان ده اصلا. لو لقيت صاحب الاعلان مش حاطط صورة، ما تبصش في الاعلان اصلا. لازم العربية يبقى محطوط صورها، وتبص على صور العربية، ولما تروح هناك لازم تلاقي الصور دي. يعني ما يكونش مصور العربية يوم ما اشتراها، وبعد ما قعدت معاه 3-4 سنين بيبيعها وحاطط الصور اللي هي من يوم ما اشتراها. فبنشوف العربية طبعا مع منظر زي كده، عربية حالتها كويسة جدا اهي، واضح ان هو مهتم بيها.
تمام، وكل ما يزود الصور كل ما تعرف ان الراجل ده محترم. ونيجي نبص تحت على في الاخر كده على اعلانات المستخدم، لو ليه اعلانات تانية. طبعا المستخدم ده ملوش اعلانات تانية، يعني واضح ان هو فعلا صاحب العربية. تاخد رقم التليفون وتكلمه وتتفق معاه على وقت هتروح تتفرج فيه على العربية، تروح تشوف العربية بتاعتك، معاك حد يعرف في العربيات، سمكري او ميكانيكي او حد صاحبك بيفهم في العربيات، وبعد ما تتفرج على العربية وتعجبك تاخد العربية وتطلع بيها على لو عربية سعرها عالي مثلا، بنتكلم مثلا في 200 300 400، اطلع التوكيل. التوكيل هيبقى الكشف بتاعه غالي، ولكن هيديك تقرير كامل عن كل تفاصيل العربية، حاجة متغيرة فيها مشكلة، الصاج مرشوش، العربية واخدة خبطة، كل الكلام ده هتعرفه. انما في حالة ان العربية سعرها عادي يبقى انت هتطلع على البنزينات اللي زي بنزينة شيل، دي بنزينة بيبقى فيها مهندس جوه بيكشف على العربية وبيديك تقرير. هتخش هناك بالعربية، وطبعا الاتفاق مع صاحب العربية، احنا هنروح البنزينة لو الكلام اللي حضرتك بتقوله اتغير او في حاجة مختلفة، لو بتقول لي مثلا العربية مش رشة دواخل واكتشفنا انها رشة دواخل، لو العربية مش واخدة خبطة واكتشفنا انها فيها خبطة، حضرتك اللي هتدفع تمن الكشف. الكشف عادة بيبقى من 150 ل 200 جنيه. بيتكشف على الصاج وبيتكشف على الموتور، وبتعرف كفاءة الموتور قد ايه، بيتكشف على العفشة من تحت، العربية بيتكشف عليها كلها من اولها لاخرها. وبيبقى معاهم جهاز بيقول اذا كان الصاج ده مرشوش ولا لا، اذا كانت العربية دي متمعجنة، كل حاجة. لو العربية خدت رش فوق الرش، حتى لو اتحرقت وترشت الجهاز بيعرف. هنبص على عربية تانية، عربية مثلا زي اللي مكتوب عليها بي واي دي، بيعرضها ب 176,000، عربية بي واي دي. طبعا الصورة دي واضح، طبعا ده اللون ده غير اللون ده، ده معرض بيبيع زيرو، تمام، وحاطط لك سعر الكاش ومقدم كذا. طبعا احنا لو جينا نبص بقى اعلانات المستخدم تحت، هنلاقي طبعا اعلانات المستخدم زي ما احنا شايفين كده، واضح ان هو معرض سيارات وكل دي عربيات عارضها، بنعرف التاجر من كده. ارجع تاني، عربية مثلا من العربيات زي مثلا اللي كاتب سيارة للبيع، العربية اهي، ودي تفاصيلها، موديل 2020. هنجرب حاجة تانية، مثلا لو انا عايز اشتري عربية في حدود 50,000 وعايزها اوتوماتيك، يبقى كل اللي انا هعمله، انا مش عارف طبعا ايه النوع ولا الماركة، ولكن انا كل اللي اعرفه ان انا معايا 50,000 جنيه، يبقى هنقول مثلا السعر من الى، هنكتب من 45,000 الى 50,000. نوع الاعلان طبعا عشان ما يجيلناش الاعلانات بتاعت اللي عايز يشتري، هندور على معروض للبيع، وفي طريقة الدفع هندور على الكاش، وهنبص على موضوع الاوتوماتيك اللي هو في نقل الحركة. هنا هننقي ان احنا عايزين عربية اوتوماتيك. في الحالة دي هتجيلي كل العربيات الاوتوماتيك اللي موجودة اللي الناس عارضينها، اللي من 45 الى 50,000 جنيه. ننزل كده نبص على العربيات اللي جات لنا، مثلا نبص على الاوبل فيكترا اوتوماتيك، حالة جيدة، نبص عليها. معروض على 45,000، اوبل فيكترا اوتوماتيك حالة جيدة بسعر شاهين اولادة. انزل تحت اشوف اعلانات المستخدم، عرض عربية سيراتو ب 155,000، معدات فرن عيش، مطلوب شريك يكون صناعي بيجو 504، يعني واضح ان ده هو، ده مش تاجر، هو حد عادي خالص بيبيع عربيته. هنبص كده بص على الرقم، ناخد الرقم ده نكلم صاحب العربية، نيجي نشوف العربية فين وتفاصيلها ايه، ونعرف منه معلومات اكتر عن العربية، وبعدين اتفق على ميعاد
واخد صنايعي سمكري او ميكانيكي واروح ابص بس على العربيه. طبعا اي ملحوظه في العربيه هتتخصم من المبلغ اللي الراجل بيبيع بيه، زائد ان انا طبعا العربيه بعد ما اتفرج عليها والميكانيكي يفحصها ونشوف الموتور واركبها والف بيها واشوف ايه اخبارها، هاخدها على بنزينه لانها طبعا موديل قديم، العربيه دي موديل 94، يعني حتى هتروح بيها التوكيل تبقى العمليه ملهاش لازمه. نفحصها في بنزينه وهيديني تقرير كامل عنها، الاتفاق اصلا قبل الفحص، عربيتك تفاصيلها ايه، والله العربيه فابريكا بره وجوه، واحد اتنين تلاتة، كل التفاصيل اللي الراجل كاتبها هنا. اي حاجه غير التفاصيل دي، اي حاجه تزيد عليها، اي مشكله في العربيه، هقول له متشكرين جدا، حضرتك تحاسب المهندس بتاع الفحص. وبعد ما اتفرج على العربيه وتعجبني اتوكل على الله واشتري. اي عربيه بتشتريها اكيد هيطلع فيها ملاحيظ، على الاقل حتى هتغير سير كاتينه وسير مجموعه، هتغير بيلي كاتينه اكيد طبعا، ممكن يكون في دينامو مثلا صوته عالي شويه، في مشكله في مارش، الزيوت كلها لازم تتغير، الفلاتر لازم تتغير، فطبعا دي كلها مصاريف. فانت تبقى عامل حسابك، ولنفترض ان انا معايا مثلا 50,000 جنيه، اعمل حسابي ان انا هشتري عربيه في حدود ال 48,000 جنيه او ال 45,000 جنيه، والباقي ده موجود علشان لو العربيه فيها حاجه. وبالمناسبه عربيات حتى لو 2019، لو جايب عربيه زيرو اكيد بتحتاج تدخلها الصيانه وتغير زيوت وتغير فلاتر وتغير كل الكلام ده، لازم ضروري ومفيش منه اي مشكله. اللي بيقول لي انا هجيب عربيه مستعمله وخايف اجيب عربيه مستعمله علشان مصرفش عليها، اي عربيه يا فندم هتصرف عليها حتى لو زيرو، العربية دي بيت تاني مفتوح، دي حاجة طبيعية جدا والناس كلها عارفة الموضوع ده. العربية الزيرو هتوفر عليك بس المشاوير الميكانيكية، بس في مشاوير أسخن من الميكانيكية، إن أنت هتروح تقعد في التوكيل. يعني الميكانيكي أرحم من التوكيل. أنت لو هتروح الميكانيكي عشان يشتغل لك في العربية بتاعتك، لو العربية مش فاتحة بقها، والقصة دي بتحصل كل فترة كبيرة، هتقعد عنده نص ساعة ساعة بالكتير قوي يخلص لك الملحوظة اللي عندك وتروح. انما في التوكيل ممكن تسيب العربية يوم واثنين وثلاثة، وفي اغلب الاوقات انت بتخش التوكيل وتفضل مستني اليوم كله من اوله لاخره لحد ما يجي الدور على عربيتك في الاصلاح. اغلب التوكيلات الخايبة اللي زي توكيل منصور وتوكيل غبور الكلام ده بيحصل فيهم. فحتة عربية مستعملة وانا خايف اشتري المستعمل والكلام ده كله، لا ما تقلقش خالص، العربيات المستعملة حاليا دلوقتي لو قارنتها بالعربيات موديل 2019 كعظم وكسحب وككل حاجة، العربيات المستعملة اقوى وافضل، لان اغلب العربيات اللي بتتجمع دلوقتي بتتجمع في مصر وبتتجمع بقطع غيار اصلا مش بتاعتها. يعني العربيات الكوري ما بيجيبوش قطع غيار من مصانع كوريا، بيجمعوها شوية هندي على حبة صيني وفي الاخر بتتجمع في مصر. انما انا عايز اقول لحضراتكم العربيه القديمه، ونفترض عربيه اوبل فيكترا مثلا موديل 94 زي دي، العربيه دي مش تجميع مصر، العربيه دي تجميع بلدها، العربيه دي شد حيلها وعربيه محترمه، والناس اللي بتركبها ممكن تسافر بيها وبتجيب بيها ال 180 وال 200. هنبص على عربيه تانية، ونفترض مثلا انا معايا من 5000 ل 10,000 جنيه طبعا مش هترسم بقى واقول عايز عربيه اوتوماتيك وكده، مفيش اصلا، يعني هي من 5000 ل 10,000، يعني الحمد لله ان في عربيه بالرقم ده. هنعمل بحث ونقول برضو ان احنا عايزينها معروضه للبيع، ما يكونش حد طالب الرقم، وكاش مش هقسط ال 10,000 كمان. نبص بقى على العربيات الموجوده، بولونيز على 9,000، فيت 127 على 8,000، احمد محمد على 8,000، ما اعرفش ايه احمد محمد ده، اللي عايز يبيع يكلمني انا بشتري اي عربيه، سيات 133 10,000، ميكروباص فولكس 10,000، فيت 124، فيات 132 ب 9,000، 127 توب موديل 76 على 10,000، وهكذا. هنتفرج على العربيه، ولنفترض طبعا اللي يجيب لك صوره وتحس ان الصوره دي من الانترنت مش صوره العربيه، مش الصوره الواقعيه بتاعت العربيه، ما تشتريش، ما تفتحش الاعلان اصلا. هنخش مثلا على عربيه مثلا زي ال 127 دي، ما
مكتوب 7000. بص على الإعلان، دي عربية إيه؟ عربية 127 موديل 82. العربية رشة بره وجوه، والمكنة خفيفة، شامبر، رخصة 6 شهور، مطلوب فيها 7000 جنيه. ده رقمه. هننزل تحت، طبعا جايب صور العربية زي ما احنا شايفين، العربية حالتها تعبانة. تمام. اعلانات المستخدم ده، بايع قبل كده عربية ب13000 فيات، وبايع قبل كده عربية 128 ب12000 ونص. ده تاجر، ده كده تاجر. نسيبنا من ده، نبص على عربية تانية، مثلا فيات 128 على 10000. شوف موديل كام العربية دي، فيات 128 موديل 75، فيات حمرة 75 رخصة لسنة، رخصة لسه منتهية من أسبوع، السعر متهاود جدا. ماشي، أدي العربية على 10000، دي صورتها، رقم تليفونه. الراجل ده مش تاجر، مفيش حاجة تانية متباعة، ملوش إعلانات على أوليكس. بص مثلا على عربية تانية، أدي عربية 27 أهي، فيورا ب10000، 10000، وادي رقم البايع، 127 فيورا موديل 84، وادي صورة العربية، رقم على الكارتيرة والكاوتش جديد، ورخصة سارية، مرور مدينة نصر، اللون أحمر. العربية يعني اتغير فيها شوية حاجات، بس هو الراجل طبعا حاطط سعر كويس جدا فيها. فيورا على 10000 دي حاجة كويسة، وموديل الثمانينات. هنبص بص مثلا فوق خالص كده على عربية من العربيات اللي شفناها في الأول، العربية مثلا 132 على 9000، فيات 132 على 9000، موديل 78. عاوزة شوية شغل، 2 إزاز كهرباء أمامي، طقم جنط جميل جدا، رخصة منتهية. العربية اهي عايزة شوية شغل، وعايزين نفهم ايه الرخصة المنتهية. طبعا ادي رقم تليفونه، هتتصل على رقم التليفون، سلام عليكم، انت عارض اعلان؟ ايوه عارض اعلان، بعد اذنك ايه الرخصة المنتهية دي؟ والله رخصتها منتهية بقالها 4 5 سنين. هنحسب الحسبة ونشوف الضريبة اللي بتندفع كام، والتفاصيل ايه، والعربية الشغل اللي يتعمل فيها بقد ايه، ونشوف الرقم 9000 ده كويس عليها ولا لا، ونشوف نخصم منه. والله اخرها 7 علشان هصرف عليها 2000 او هرخصها ب1000، وهكذا. ده اللي بيتم في عمليات البيع والشراء. نبص كمان مرة اخيرة على عربية، هنشوف مثلا العربية الفيات 127 دي معروضة على 8000، عربية فيات 127 والسعر 8000. ده مش حاطط رقم موبايل بتاعه، في السويس، موديل 85 كاش، محتاجة شغل، ورخصة منتهية من شهر 12 2019، العربية مركونة بقالها 4 شهور، محتاجة بطارية، وعرضها على 8، موديل 85. طب هل ده تاجر؟ لا مش تاجر. احنا بكده عرفنا ازاي نشتري من على موقع اوليكس، ازاي نشتري بالسعر بس لو ما نعرفش غير السعر، ازاي نشتري بالفئة لو انا عارف نوع العربية اللي انا عايز اشتريها. ممكن حاجة زيادة لو تحبوا تعرفوها، ان انا ممكن احدد المنطقة اللي يجيني منها او اللي اشتري منها العربيات، علشان الاعلانات ما تبقاش زيادة وتدخلني في محافظات كتير. انا بتكلم مثلا عن محافظة القاهرة، بضغط على الخانة دي وبكتب محافظة القاهرة، كل العربيات اللي هتيجي في نتائج البحث من محافظة القاهرة، وده بيسهل على الناس شوية. انما طبعا احنا عارفين ان القاهرة والجيزة هي القاهرة الكبرى، فهتضيع مني فرص في محافظة الجيزة، والاتنين يعتبروا قريبين من بعض، النمر ممكن امشي بيها هنا وهنا. علشان كده انا دايما لما بدور بشيل موضوع المحافظة ده، وتحت في الاعلانات بحذف او بشيل الاعلان، او ما ببصش على الاعلان اللي بيبقى من محافظة تانية غير اللي انا عايش فيها. احنا كده عرفنا ازاي نشتري، ان شاء الله الجزء القادم هنتعلم ازاي نبيع.
ازاي ابيع عربيتي على اوليكس، اصورها ازاي، اصورها من انهي زاويه، اصورها صبح ولا ليل، كل التفاصيل دي لازم اعملها وانا ببيع العربيه، واعمل فيها ايه قبل ما اصورها. العربيه لازم طبعا تبقى نظيفه والموتور مغسول، وحاجات كتير جدا هنتكلم عنها ان شاء الله الجزء القادم في بيع السياره على اوليكس. حاليا دلوقتي احنا الحمد لله عرفنا ازاي اشتري عربيه من على اوليكس، هتعامل ازاي مع البائع، لما اروح اتفرج على العربيه اخد معايا مين، هتكلم في السعر ازاي، كل التفاصيل دي احنا ناقشناها في الفيديو. اشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.